انخفض إنتاج المعادن في السلطنة بنهاية العام 2014 بحوالي 4.5 مليون ريال عماني عن العام 2013، وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الواردة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. شهد معمل الأجبان بولاية طاقة مؤخراً زيارة لوفد من منظمة الأغذية والزراعة الدولية، وهو أحد جوانب الاستثمار الاجتماعي لشركة تنمية نفط عمان، ويستقبل كميات تتراوح بين 300 إلى 600 لتر من الحليب يومياً. حصل نادي السويق الرياضي على جائزة السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم لأفضل حضور جماهيري، وذلك مع نهاية الجولة 18 من دوري عمان تل المحترفين لكرة القدم. أكدت منظمة الصحة العالمية أن 38 دولة في العالم أقرت بظهور فيروس زيكا لديها حتى 5 فبراير الجاري، وأنه انتقل إلى دول أخرى خارج الأمريكيتين.